مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة النادي الأهلي خلاص بدأ الاستعداد لمواجهة المصري بورسعيدي في الدوري الممتاز من الخميس اللي جاي إن شاء الله، وأكيد طبعا زي ما هنشوف النهاردة في كل الأخبار خلال حلقتنا إن في حالة من الحزن في النادي الأهلي، طبعا ده بسبب الخسارة الأخيرة في الدوري قصاد بيراميدز، لكن الحزن والغضب مش بيعالجوا ابدا ولا بيحلوا المشاكل والازمات، لكن دايما الهدوء والتركيز ودراسه الاسباب هي اللي بتحل اي مشكله وبتعالج اي قصور يحصل في اي مجال. علشان كده قرر كابتن محمود الخطيب ان هو يجتمع النهارده مع الجهاز الفني والفريق قبل التمرين اللي بدا النهارده الساعه 4 العصر، عشان طبعا يناقش معاهم كل الاسباب اللي ادت للهبوط في المستوى في الفتره الاخيره، وده طبعا برده كان السبب في خروجنا من دوري ابطال افريقيا قصاد سان داونز الجنوب افريقي، وكمان الخساره قصاد في الدوري المصري الممتاز، واللي كلف النادي الاهلي ان هو يهبط للمركز الثالث بعد ما كان طبعا متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. كمان اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفريق يرجع بسرعه جدا للمستوى اللي معروف عنه ويرجع لقمه الترتيب عشان ينافس على لقب الدوري الممتاز، وفي النهايه باذن الله ان شاء الله نحصل على اللقب رقم 41. هنناقش كل الكلام ده واخبار ثانيه كتير مع ضيفنا النهارده في البرنامج استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير الاهرام في الفقره الاخيره من البرنامج، وهنبتدي كالعاده حلقتنا باهم وابرز العناوين. الخطيب يضع خارطة الطريق لمستقبل الأهلي. الأهلي يرفض الإطاحة بلاسارتي. الأهلي يستأنف تدريباته والخطيب يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين. تعديل في دفاع الأهلي أمام المصري. فحص طبي لرمضان وهاني ومحارب لتحديد موقفهم من مواجهة المصري. المنتخب يدرس خوض 3 وديات في يونيو قبل أمم أفريقيا. أسطورة ليفربول صلاح بإمكانه أن يكون سبب في تتويجه أو التتويج بالدوري. نروح معاكم سريعا وكالعاده هنبتدي باخبار النادي الاهلي من الصحافه، وهنبتدي مع الاهرام، او هنبتدي الاول باهم العناوين. الاهرام الغضب يضرب جدران الاهلي، والخطيب يرفض اقاله الجهاز الفني، اعاده لجنه الكره وتاهيل فكره الاستعانه بالنحاس بسبب تهميش الجهاز المعاون. اخبار اليوم، حزن وغضب في القلعة الحمراء بعد هزيمة بيراميدز، الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم. الجمهورية، بعد فقدان الصدارة الأهلي يغلي، الخواجة مستمر وتجميد المستحقات للنجوم. الشروق، الأهلي يغرم لاعبيه ويجمد مستحقاتهم عقب الخسارة من بيراميدز. مصدر، الخطيب متمسك ببقاء لاسارتي لعدم قناعته بالبدائل المطروحة، وتعالي الأصوات المطالبة برحيله. الأخبار المسائي، النار تحت الرماد في الأهلي، الخطيب يرفض تغيير لاسارتي حتى إشعار آخر، والفريق يبدأ الاستعداد من مصري. الدستور، عملية إنقاذ في الأهلي، الخطيب يتمسك ببقاء المدير الفني والإدارة ترشح يوسف بديلا مؤقتا أو النحاس. انقسام حول لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز وخصم 50,000 جنيه من كل لاعب. المساء، في اجتماعه اليوم مع اللاعبين ولاسارتي، الخطيب يضع خارطة الطريق لمستقبل الأهلي. المجلس يدعم الأراجوياني، صراع بين إكرامي ولطفي لحراسة العرين الأحمر أمام المصري. المصري اليوم، الأهلي يرفض الإطاحة بلاسارتي، الخطيب يجتمع اليوم بالمدير الفني لبحث أسباب التراجع وتعديلات على التشكيل أمام المصري. هنا
نبدأ تفاصيل أخبار النادي الأهلي من الصحافة بالأهرام اللي قالت إن سيطرت حالة من الغضب الشديد جوه النادي الأهلي وجماهيره بعد استمرار تراجع نتائج فريق الكرة والخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف، وطبعا تسبب في رجوع الفريق للمركز الثالث بعد نادي الزمالك وبعد بيراميدز. قال الأهرام إنه بالرغم من إصرار إدارة النادي الأهلي على فرض حالة من الاستقرار على الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي، لكن حالة الغضب والحزن الشديد هتكون الفيصل في الساعات القليلة اللي جاية. قالت كمان الأهرام إن في مصادر خاصة كشفت أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى خلال الساعات اللي فاتت مشاورات مكثفة مع بعض نجوم الكورة عشان يستشيرهم، خصوصا طبعا أنه قرر تأجيل فكرة إعادة لجنة الكورة لنهاية الموسم. وقالت كمان المصادر أن أغلب المقربين من الخطيب رفضوا فكرة إبعاد مارتين لاسارتي في الوقت الحالي، ولكن البعض اتكلم برضو عن إجراء تعديلات على الجهاز المعاون وتم طرح أكتر من اسم ومن بينهم عماد النحاس المدير الفني للمقاولين العرب. وقالت كمان أن محمود الخطيب عمل مع الملف ده بهدوء شديد خوفا من اي هزه ثانيه ممكن تعرض الفريق في المرحله اللي جايه من المواجهات لمشاكل، طبعا بالاضافه لمواجهه المصري البورسعيدي، المواجهه اللي هتكون ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللي جاي. عشان كده قرر الكابتن محمود الخطيب ان هو يحضر التمرين النهارده عشان يطالب الفريق بغلق الملف والتركيز بس في المباريات اللي جايه، وده طبعا على مسؤوليه الاهرام. وكمان في أخبار اليوم الكلام ما اختلفش كثير عن الأهرام، قالت إن في حالة من الحزن ومن الغضب ما بين الجميع في النادي الأهلي بعد الهزيمة يوم الخميس اللي فات من بيراميدز في الدوري. قالت الأخبار إن الجماهير غضبانة جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبة بعد الخسارة دي والتفريط في الصدارة، وكمان قبلها طبعا الخروج من دوري أبطال أفريقيا على إيد صن داونز الجنوب أفريقي. كمان طلبت الجماهير بثورة تصحيح سريعة جوه الفريق عشان يرجعوا مرة تانية للمسار الصحيح ويحققوا لقب الدوري. في الوقت نفسه برضه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب وشايف أنه قدم كل اللي عليه للفريق لفريق الكورة ودعم الفريق بصفقات قوية جدا ومميزة وقدم كل سبل الراحة للفريق عشان يحققوا البطولة. وفي ظل ثورة التصحيح صحيح المسار واللي بيسعى عليها طبعا النادي الأهلي قبل فوات الأوان وقبل خسارة لقب جديد، قرر النادي الأهلي تجميد مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم عشان يستعيد الفريق مكانته الطبيعية ويظهر معدن لعبة النادي الأهلي اللي غابت من فترة. كمان سدت حالة من الغضب والاستياء من مسؤولين أو من قبل مسؤولين النادي الأهلي من لجنة الحكام، وده طبعا بعد ما طلب النادي الأهلي أنهم يستخدموا طاقم تحكيم أجنبي من الصفوة، دفع النادي الأهلي 25,000 دولار، لكن لجنة الحكام اتفقت مع حكم من الفئة الثانية. وبالرغم من عدم وجود أخطاء واضحة على حكم المباراة إيفان إلا أنه لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة بعد ما لمست الكرة إيد مدافع بيراميدز عمر الميداني. برضه في نفس الإطار قالت الجمهورية أن السبب الرئيسي وراء بقاء الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في منصبه هو ضغط المباريات اللي بيواجهها الفريق في الفترة اللي جاية. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجميد مستحقات لعيبة الفريق لنهاية الموسم في ظل الخسائر المتتالية وتراجع المستوى على أمل أن ده يرجع أو أن القرار ده يخلي اللعيبة يرجعوا مرة تانية لمستواهم ويحققوا الانتصارات عشان ينقذوا ما تبقى في الموسم الحالي. أكدت كمان الجمهورية أن مسؤولين النادي الأهلي شن هجوم شديد على لجنة الحكام باتحاد الكورة بسبب الحكم الكرواتي إيفان بيكيك اللي طبعا أدار مباراة بيراميدز، وجه هجوم النادي الأهلي على لجنة الحكام بعد ما النادي الأهلي طبعا حول 25,000 دولار زي ما قلت لكم عشان يستخدموا طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بشرط أن يكون طاقم التحكيم الأجنبي ده أدار مباريات في كأس العالم الأخيرة أو في دوري أبطال أوروبا، إلا أن اتحاد الكورة جاب الحكم الكرواتي. وتساءل مسؤولين النادي الأهلي عن السر وراء استخدام الحكم ده تحديدا دون مراعاة الشروط اللي طلبها النادي الأهلي في الخطاب اللي أرسله لاتحاد الكرة. في
الأخبار المسائي برضو كان نفس الكلام وفي نفس الإطار، وقالت أن في حالة من الغضب بتسيطر على النادي الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وطبعا إزادة التلميحات والمناقشات على مصير الجهاز الفني بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي. انقسمت الآراء جوه النادي الأهلي ما بين مؤيد لرحيله الفوري وما بين رافض للرحيل في الوقت الحالي، لكن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمسؤول عن الكورة ما فتحش ملف الجهاز الفني أو اتكلم مع أي حد عن أي تغيير في الجهاز الفني في الوقت الحالي. كمان جريدة المساء قالت أو اتكلمت في كلام مختلف، وقالت أن قرار كابتن محمود الخطيب أنه يجتمع مع الجهاز الفني بقيادة الأسارتي واللعيبة كان فيه رسالة واضحة للجهاز الفني بدعم المجلس ليه في الفترة الحالية، وكمان بتنفي الإشاعات اللي بتقول أن المجلس قرر أنه يطيح بالمدير الفني. كمان الاجتماع ده ما بين رئيس النادي الأهلي والفريق هيكون عشان وضع خطة العمل في المرحلة اللي جاية اللي فيها طبعا تحديات كبيرة جدا، وأهمها أكيد عودة الفريق للانتصارات عشان يحققوا لقب الدوري 41. ومن جانب آخر قالت المسا أن في منافسة كبيرة جدا ما بين شريف إكرامي وعلي لطفي على حراسة مرمى الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي اللي جاية في دوري المصري الممتاز إن شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي، وده طبعا لإيقاف الحارس الأساسي محمد الشناوي بعد ما حصل على الإنذار الثالث ليه في مباراة بيراميدز. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبار النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يستأنف المران عصر اليوم. أخبار اليوم: فحص طبي لثلاثي الأهلي لتحديد موقفهم اليوم. اليوم السابع: تعرف على موقف شريف إكرامي من دخول قائمة الأهلي والمصري. يوروسبورت عربية يكشف كواليس مكالمة عبد الحفيظ مع عمار حمدي. الأهلي.com تأكيد غياب وليد سليمان عن مباراة الأهلي المقبلة وسعد مستمر في ألمانيا. بطولات: أسباب وراء اجتماع الخطيب بلاسارتي ولاعب الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز. مبتدأ: تعديل في دفاع الأهلي أمام المصري. وان تري: تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام المصري. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات السلة يلتقي مع سبورتنج اليوم بدوري السوبر. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات اليد يفوز على سبورتنج في نهائيات دوري السوبر. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم اخبار النادي الاهلي اللي اتنشرت على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي يستأنف تمرينه النهارده العصري يوم السبت على ملعب مختار التتش في الجزيره استعدادا لمواجهه المصري بورسعيدي. المباراه اللي هتقام يوم الخميس اللي جاي، مباراه طبعا المؤجله ما بين الفريقين من الجوله 19 من الدوري المصري الممتاز. الفريق حصل على راحه امبارح وبعد كده تم استئناف تمرينه النهارده العصر عشان يبدا التحضير لمواجهه المصري بورسعيدي. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن بيخضع اليوم يوم السبت كل من رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لفحص طبي قبل ما ينطلق تمرين الفريق في مقر النادي في الجزيرة، ده طبعا عشان تحديد ميعاد مشاركتهم في التمرين الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة اللي جاية. الثلاثي خضعوا لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة اللي فاتت عشان يتعافوا من الإصابات اللي جات لهم. كمان هيتحدد النهاردة ميعاد مشاركتهم في التمرين الجماعي بعد الخطوة وطبعا للفحص الطبي.
اليوم السابع كمان قال ان بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي ان هم يجهزوا شريف اكرامي حارس مرمى الفريق عشان يشارك في بطوله او في مباراه المصري بورسعيدي المقرره ليها ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في بطوله الدوري الممتاز. غاب شريف اكرامي عن مباريات وتدريبات الفريق اللي فاتت بسبب اصابته بتمزق في عضله السمانه، وده جاله في تمرين الفريق كان يوم 28 فبراير اللي فات. قال مصدر في النادي الاهلي ان شريف اكرامي شارك في تدريبات الفريق اللي فاتت لكن من غير اي التحامات قويه. كمان الحارس الدولي بيشارك في التمرين بقاله يومين متتاليين وبعد كده هيتم راحته النهارده عشان ما تتجددش الاصابه ليه مره ثانيه في عضله السمانه. كمان قال المصدر ان شريف اكرامي هيتم تجهيزه بنسبه كبيره جدا عشان يدخل في قائمه مباراه المصري بورسعيدي، لكن الموضوع لم يحسم سريعا او لم يحسم بعد، فلو شارك الحارس الدولي في التدريبات وحس بالام في السمانه فهيتم برده راحته سريعا ومش هيدخل في قائمه مباراه المصري بورسعيدي عشان ما تتجددش مره ثانيه الاصابه. اما اذا شارك بقى وما حسش ان في اي الام فاكيد ان شاء الله هيكون ضمن قائمه المباراه، وقتها هيحدد الجهاز الفني مصيره من المشاركه في اللقاء. بيفقد النادي الاهلي كمان جهود الحارس محمد الشناوي في مباراه المصري بورسعيدي بسبب الايقاف، وهيدافع عن عرين الفريق في مباراه الخميس اللي جاي شريف اكرامي لو كان جاهز او علي لطفي. يورو سبورت عربية قالت ان في مصدر جوه النادي الاهلي كشف ليورو سبورت عن تواصل مسؤولين الاحمر مع بعض اللعيبه المعارين في انديه الدوري الممتاز عشان يطمنوا عليهم ويتابعوا مستوياتهم الفنيه ومشاركتهم مع فرقهم. قال المصدر ان في الايام اللي فاتت شهدت مكالمه هاتفيه ما بين سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي وعمار حمدي لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري واللي خرج في الميركاتو الشتوي اللي فات. قال كمان المصدر ان عبد الحفيظ اشاد بعمار حمدي خلال المكالمه الهاتفيه اللي جرت ما بينهم واكد لي انه من افضل اللعيبه اللي خرجوا للاعاره من النادي الاهلي وبيقدم مستويات كويسه جدا مع الفريق السكندري. مدير الكره في النادي الاهلي برضو اكد لعمار حمدي ان مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق اشاد بيه كتير جدا واكد ان هو هيكون مستقبل الفريق خلال السنين اللي جايه لو طبعا حافظ على نفسه واستمر على نفس مستواه. كمان قال المصدر ان سيد عبد الحفيظ طلب من عمار حمدي انه يستمر على نفس الاداء ويقدم مستوى افضل مع الاتحاد وانه يتعلم من التجربه دي بشكل كبير جدا عشان يستفيد لما يرجع مره ثانيه للفريق. وكمان قال المصدر ان مدير الكوره في النادي الاهلي بلغ عمار حمدي برجوعه للفريق في الصيف اللي جاي بعد مستواه المميز مع الاتحاد، لكن برضه طلب منه انه يعتبر المكالمه دي ما حصلتش عشان يعرف يحافظ على تركيزه مع الفريق السكندري. موقع الاهلي دوت كوم كمان قال ان اجرى الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اتصال هاتفي بثنائي الفريق المصاب سعد سمير ووليد سليمان متواجدين دلوقتي في المانيا خلال الفتره الحاليه طبعا عشان العلاج. بيخضع سعد سمير ووليد سليمان لفحوصات طبيه في المانيا بعد ما غادروا القاهره في الاسبوع اللي فات، وطبعا ده كان بعد ما تعرض الاول لجزع في اربطه الركبه وقطع في الرباط الصليبي الخارجي. كمان بيرغب النادي الاهلي ان هو يطمئن على وليد سليمان. قال النادي الاهلي عبر موقعه الرسمي النهارده او امبارح يوم الجمعه ان وليد سليمان هيأدي برنامج تأهيلي لمده 10 ايام قبل ما يرجع مره ثانيه للقاهره وينتظم في التدريبات الجماعيه والمباريات، وده اللي بيأكد غيابه عن مباراه المصري بورسعيدي يوم الخميس اللي جاي في بطوله الدوري المصري الممتاز. كمان بيخضع سعد سمير مدافع الفريق لبرنامج علاجي لمده 3 اسابيع في المانيا، هيرجع بعدها عشان يستكمل البرنامج التأهيلي في القاهره ان شاء الله. أما موقع بطولات فقال إن في 3 أسباب لاجتماع محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعيبة، هي أولا بحث نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ثانيا التأكيد على ضرورة تحقيق لقب الدوري 41، وثالثا إسعاد جماهير النادي الأهلي. كمان موقع مبتدأ قال ان بيسود اتجاه جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي بالاعتماد على رامي ربيعه خلال مواجهه المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس اللي جاي، ومن المقرر ان يشارك رامي ربيعه على حساب ايمن اشرف في ظل تراجع مستواه الفني خلال المباريات الاخيره. كمان رامي ربيعه ابتعد عن المشاركه في المباريات الاخيره مع النادي الاهلي وده طبعا بسبب عدم جاهزيته من الناحيه الفنيه.
وان ثري كمان قالت ان بيعود الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي لتدريباته النهارده في استاد مختار التتش استعدادا لمواجهه المصري البورسعيدي المقرر ليها ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في الدوري المصري الممتاز. بيفقد النادي الاهلي في مباراه المصري جهود محمد الشناوي حارس المرمى بسبب طبعا الانذار الثالث، وكمان في محاولات لتجهيز شريف اكرامي عشان يرجع مره ثانيه، خصوصا ان هو هيبدا المشاركه في التدريبات الجماعيه ان شاء الله النهارده بعد ما تم شفائه من الاصابه. كمان بيغيب محمد محمود وكريم ندبد وسعد سمير واسلام محارب واحمد الشيخ بسبب الاصابه، وكمان في محاولات للحق رمضان صبحي بالمباراه دي بظل رغبته اللاعب الشديده طبعا، وكمان خوضه لبرنامج تاهيلي مكثف، وكمان وليد سليمان اللي بيرجع للقاهره بعد 3 ايام بعد برنامج تاهيلي خاضه في المانيا عشان يقوي منطقه الركبه وهيكون جاهز بشكل طبيعي للمشاركه في المباريات. وعشان نعرف طبعا تفاصيل اكتر عن تمرين الفريق اللي ابتدى النهارده الساعه 4 عصرا على ملعب مختار التتش في الجزيره، معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في التدريب. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز اعرف منك كل التفاصيل والكواليس الخاصه بتدريب النادي الاهلي النهارده. مساء الخير عليك الشيمة وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تدريب النادي الاهلي يمكن بدا منذ حوالي 25 دقيقة، المفروض التمرين كان في الرابعة عصرا ولكن تم التأخير لمدة ساعة علشان كان في اجتماع من رئيس مجلس الإدارة طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، استمر اوضه اللبس حوالي ساعة. ذلك في بداية اليوم يمكن كان في اجتماع في مكتب مجلس إدارة النادي الأهلي، كان موجود فيه كابتن محمود الخطيب طبعا وحضر له مستر لاسارتي المدير الفني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ والمترجم. ممكن يستمر الاجتماع في غرفة مجلس الإدارة حوالي نصف ساعة. بعد كده هوت الساعة الرابعة الخامسة كان موجود كابتن محمود الخطيب داخل غرفة ملابس لاعبي النادي الأهلي، يمكن استمر معاهم في اجتماع لمدة حوالي ساعة اللاعبين والجهاز، وبعد انتهاء يمكن الاجتماع اللاعبين نزلوا أرض الملعب واتفرج على التمرين من الخارج الكابتن محمود الخطيب وأمين الصندوق الأستاذ خالد الزرندلي. يمكن من وجوه اللاعبين من شكل وجوه اللاعبين يبدو من علامات الغضب على وجوههم، يمكن الاجتماع كان ساخن، ممكن الاجتماع كان قوي من جانب الكابتن محمود الخطيب. ما عنديش اي تفاصيل، ما حدش اي حاجه هتتكتب، ما حدش كله هيكون بيخمن، ما حدش يعرف كل اللي هيتقال بعد كده هيكون مجرد اجتهادات يا شريف، ما فيش حد طلع وقال اي تصريحات بعد الاجتماع. طبعا انا ممكن اطلع اقول لك قال كل ده كلام عارف من الصحه، لاني انا مش هعرف ايه اللي بيدار جوه الاوضه المغلقه اذا كانت في اوضه اللاعبين او حقيقي، لان دايما بيكون في كلام عام، يعني اكيد حفز اللعيبه طالبهم ان هم يحصلوا على اللقب الدوري ال 41، ان هم يلعبوا بجديه، ان هم يسعدوا الجماهير، كل الحاجات دي يعني متوقعه ومجرد اجتهادات لو تم نشرها بعد كده. طبعا ولكن من وجوه اللعيبه يبدو ان الاجتماع كان ساخن، يبدو ان الكابتن محمود الخطيب كان شديد اللهجه مع لاعبي النادي الاهلي، ولكن اللاعبون قدامي في تمرين، يمكن انا قدامي حالا يمكن تدريب حراسه المرمى شريف اكرامي ما شاء الله يتالق في تمرينه والاروع والاجمل، معاه علي لطفي، معاه مصطفى شوبير، عاملين تمرينه قويه جدا. اللاعبين النهارده في بعض الصحف قالت ان شريف اكرامي هياخد راحه النهارده لانه اتمرن اليومين اللي فاتوا، وفي صحف ثانيه قالت انه هينزل تدريب النهارده، لكن واضح طبعا من خلال كلامك ان هو موجود النهارده في التدريب. وساشيما انا عملت معاكم دخله من 3 4 ايام شريف كان بيشارك في التمرين، لو تفتكر مكالمتي قلت لك شريف بيشارك بكل قوه في التمرين. فشريف موجود دلوقتي، فشريف بيشارك قدامي بكل قوه بكل جاهزيه، يعني شريف من اللي انا شايفه امامي بيعلن جاهزيته، معاه علي رطفي بيعلن جاهزيته، معاه مصطفى شوبير الحارس بعد الوعد بيعلن جاهزيته. فانا بقول لك وبطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، امامي حالا في ملعب طارتش الثلاث حراس في يمكن مع الكابتن طارق سليمان، وتمرينه قويه جدا. يمكن شريف هو اللي عليه الدور دلوقتي في التمرينات، ويمكن شريف يتالق في يمكن في كل التصويبات الشديده جدا من الكابتن طارق سليمان. شريف بيقوم يعني ما شاء الله بصدها بكل مرونه، بكل يعني بيمسك الخشب ما شاء الله. شريف بيعلن جاهزيته لهذه المواجهه مع لطفي طبعا الحارس الكبير والواعد الصاعد مصطفى شوبير.
باقي اللاعبين اللي شاركوا في المباراه الاخيره. يمكن هم النهارده طبعا بيبقى فيه ريكفرنج، تمرين خفيف، بيكتفوا بتمارين الجيم، بيعملوا الثلج الكلام ده وبيغادروا النادي. باقي اللاعبون تدريبات بدنيه يمكن في ارض الملعب امامي مستر شركي، مدرب الاحمال، باقي الجهاز يمكن شغالين على التمرينات البدنيه لباقي اللاعبين. التأهيل مستمر على الجانب الاخر لمحمد هاني واسلام محارب على جانب اخر من الملعب. يمكن دي كل كواليس تمرين النادي الاهلي. برجع اقول لك يا شيبة علشان خاطر اي اجتهادات تتكتب في المواقع او في هذه الساعات، كل اللي دار في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني بقياده مستر شركي ومدير الكره الكابتن شادي الحفيظ، او اجتماع الكابتن خطيب مع اللاعبين والجهاز الفني، سري ومحدش يقدر يخمن ومحدش يقدر يقول حصل ايه في الاجتماع. شيبة اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، متواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي على ملعب مختار التتش في الجزيرة. وبحسب كلام شريف المتواجد دلوقتي، كابتن بيبو كابتن محمود الخطيب عمل جلسة أو اجتماع مع الفريق مع الجهاز الفني ومع اللعيبة قبل التدريب ما ينطلق النهاردة. جلسة سرية، ما فيش أي حد عنده أي معلومات إيه اللي حصل أو إيه اللي اتقال جوه الجلسة دي. وطبعا كمان هو طمنا على شريف إكرامي. نرجع مرة تانية ونروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن فريق كرة السلة سيدات في النادي الأهلي بيواجه فريق سبورتنج الساعة 6 مساء النهاردة يوم السبت. هتقام المباراة على الصالة المغطاة للشباب والرياضة في 6 أكتوبر، وتضمن منافسات الجولة النهائية لبطولة دوري السوبر. وبحالة فوز سيدات النادي الأهلي يتوج الفريق رسميا بلقب بطولة الدوري للموسم الحالي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان الفريق الاول لكره اليد السيدات في النادي الاهلي فاز على سبورتنج بنتيجه 20-19 في المباراه اللي جمعت الفريقين النهارده الظهر على الصاله المغطاه بمقر النادي في الجزيره في نهائيات دوري السوبر. قدمت لاعبات النادي الاهلي مباراه قويه جدا في ظل المنافسات الشرسه من لاعبات سبورتنج لملاحقه طبعا النادي الاهلي في النتيجه على مدار شوطين المباراه. انتهى الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 10-9، وجت احداث الشوط الثاني مثيره وحماسيه بعد ما احتكمت النتيجة للتعادل لحد الثواني الخمسة الأخيرة من أحداث المباراة، لكن تمكنت نصر عيد من التسجيل لنادي الأهلي وحسم نادي الأهلي المباراة. ويستعد النادي الأهلي دلوقتي لمواجهة الشمس يوم الحد اللي هو بكرة إن شاء الله الساعة 4 العصر على الصالة المغطاة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة في ختام منافسات دوري سوبر اليد لتحديد صاحب المركز الأول. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر أخبار محترفينا في الخارج. فيتو الاثنين الصبح يترأس الدورة 63 للمكتب التنفيذي لوزراء الرياضة العرب. اليوم السابع المنتخب يدرس خوض 3 وديات في يونيو قبل أمم أفريقيا. يورو سبورت عربية، رئيس الجبلاية يستعد لجلسة حاسمة مع مدرب منتخب مصر. جول دي صبر مواجهة مصر لحظة رائعة والجماهير ستضع عليهم ضغط. سوبر كورة، عامر عامر يبدأ أولى مراحل التأهيل للعودة للمباريات.
البوابة سبورت، محمد مصلحي لا مكان لأي مقصر في الاتحاد السكندري. الشروق، تغيير موعد لقاء ليفربول ونيوكاسل بسبب مواجهة برشلونة. مبتدأ، 49 مليون جنيه استرليني مكافأة ليفربول للفوز على برشلونة. في الجول، أسطورة ليفربول صلاح بإمكانه أن يكون سبب في تتويجنا بالدوري. يلا كورة، صلاح خارج القائمة، رابطة اللاعبين المحترفين تعلن المرشحين الأفضل في إنجلترا. بوابة أخبار اليوم، غزال ينتظر مشاركة جديدة مع فيرانسي أمام براغا اليوم. رونالدو يرد على شائعات رحيله عن اليوفي. سبورت 360، ماندر كيتش يسخر من شائعات الخلاف مع مدرب يوفنتوس. سكاي نيوز، مدرب باريس سان جيرمان يعلن موعد عودة نيمار. كورة، قرار إريكسون يمهد الطريق لريال مدريد. بطولات، كوتينيو فرصة اللعب مع ميسي متعة كبيرة وسواريز ساعدني كثيرا. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل أهم الأخبار، ونبتدي بالأخبار المحلية. نبتدي مع موقع فيتو اللي قال إن تنطلق الاثنين المقبل 22 أبريل فعاليات اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تقرير وزارة الشباب والرياضة المصرية حول فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، وتقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرض حول فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي لعام 2019، إلى جانب تنفيذ اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية. كما تشهد فعاليات الدورة ختام القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018 وتسليم العاصمة إلى الجمهورية التونسية. كمان اليوم السابع قال إن بيدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجاري خد 3 وديات خلال معسكر الفراعنة النهائي، واللي هينطلق يوم 5 يونيو ويستمر لحد ميعاد انطلاق بطولة أمم أفريقيا المحدد ليها يوم 21 يونيو، واللي طبعا بتستضيفها مصر بدل وديتين، خصوصا طبعا بعد وصول أكتر من عرض من عدد من المنتخبات لمواجهة الفراعنة قبل البطولة. هيحسم الجهاز الفني للمنتخب مع الجهاز الإداري قيادة إيهاب لهيطة الوديات خلال الساعات اللي جاية، بحيث يتم خوض وديتين مع منتخبين تصنيف ثالث وتاني، على أن تكون ودية ثالثة مع منتخب من التصنيف الأول أو التصنيف الثاني القوي، خصوصا طبعا المنتخب هيبدأ المعسكر يوم 5 وعنده رغبة أجاري أنه يجرب أكثر من لاعب قبل الإعلان عن القائمة النهائية يوم 11 يونيو على أن يخوض الودية الثالثة بالتشكيل الأساسي للمنتخب. يورو سبورت عربية قالت أن بيعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الجاري جلسة مع المكسيكي خافيير أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بحضور المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وده عشان يبحثوا استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي جاية. وكان المفروض أن يتم عقد الجلسة دي يوم الثلاثة اللي فات، ولكن قرر أبو ريدة تأجيلها بسبب انشغاله بالتجهيز للبطولة واللي بتنظمها مصر من الفترة 21 يونيو لحد 19 يوليو اللي جاي. وبيطلب أجاري من رئيس اتحاد الكرة خلال الجلسة دي ما هو يخوض أحد الوديات على ملعب استاد القاهرة وبحضور جمهور كمان عشان تكون بروفة حقيقية قبل ما تنطلق البطولة الأفريقية، وعشان طبعا يتعود كمان اللعيب على أرضية الملعب، خصوصا أن الاستاد مغلق بقاله فترة طويلة جدا.
موقع جول كمان قال ان اتكلم دي صابر المدير الفني للمنتخب الاوغندي عن معرفته بمصر بحكم قيادته للاسماعيلي في وقت سابق قبل مواجهتهم في امم افريقيا اللي جايه. وقال دي صابر في تصريحات تلفزيونيه: نعم، اللعب ضد مصر هي لحظه رائعه لانها البلد المستضيفه للبطوله، ولكن سيقع عليهم ضغط في وجود المشجعين في هذا البلد، ومواجهه مصر ستكون هي الافضل لنا في المجموعه، ونحن نحتاج الى بعض النقاط في اول وثاني مباراه. وقال كمان مدرب الاسماعيلي السابق: اعتقد انه من المهم معرفه البلد بعد ان عملت في الاسماعيلي من قبل، واعرف الملعب والتدريب والفنادق هناك. موقع سوبر كورة كمان قال ان بدأ عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي منتخب مصر فترة التأهيل الاولى على ملعب المصانع الحربية التابع لنادي الانتاج. اجرى عامر عامر جراحة بعد اصابته بقطع جزء في الرباط الداخلي للركبة اللي تعرض ليها خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة النايجر في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2019، وكمان لقاء نيجيريا الودي واللي اقيم الشهر اللي فات. هاني بريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على مقترح الجهاز الفني للمنتخب الوطني واللي تقدم بإيهاب لهيطة مدير المنتخب عشان يتحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس واللي أصيب خلال معسكر المنتخب. كمان البوابة سبورت قالت ان اعلن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن رفضه التام لوجود اي مقصر ضمن صفوف الفريق السكندري، خصوصا في ظل الدعم والمساندة المستمرة فضلا عن توفير كل الظروف المناسبة لتوفير الاستمرار. بيعاني الفريق السكندري من سلسلة من النتائج السلبية خلال المباريات الاخيرة في مشواره في الدوري المصري الممتاز. خسر زعيم الثغر قصاد النادي الاهلي وبتروجيت وبيراميدز، وتعادل مع مصر المقصة، وبيحتل دلوقتي الاتحاد السكندري المركز ال 12 برصيد 33 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها لحد دلوقتي. فاز في 7 مباريات، اتعادل في 12 مباراة، وخسر في 11 مباراة. نروح للأخبار العالمية وهنبتديها من الشروق اللي قالت إن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تغيير ميعاد مباراته قصاد نيوكاسل يونايتد في البريمير ليج نظرا لوجود الفريق لبرشلونة أو توجه الفريق لبرشلونة الأسباني في دوري أبطال أوروبا. تم تغيير ميعاد المباراة من يوم الأحد 5 مايو للسبت 4 مايو عشان يدوا مزيد من الوقت للريدز للاستعداد لمباراة برشلونة. هيواجه فريق ليفربول يوم 1 مايو المقبل على ملعب الكامب نو في برشلونة الأسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. هتكون كمان مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم 7 مايو القادم. كمان موقع مبتدأ قال ان كشفت تقارير اسبانيه قيمه المكافآت اللي حصل عليها ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في حاله الوصول لنص نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي. قالت صحيفه اصل اسبانيه ان ليفربول يحصل حتى الان على 37 مليون جنيه استرليني، وقالت كمان انه لو تمكن ليفربول من الصعود لنهائي دوري ابطال اوروبا وتغلب على برشلونه في نص النهائي هيحصل الريتس على 49 مليون جنيه استرليني، وان مكافاه الحصول على دوري أبطال أوروبا لم يتم تحديدها بعد مع الرعاة. موقع في الجول كمان قال ان ايرون باش اسطوره ليفربول الانجليزي قال ان محمد صلاح يقدر ان هو يكون سبب في تتويج ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج في الموسم الحالي. قال راش في تصريحات لشبكه سكاي سبورتس: ربما ان ساديو ماني كان المهاجم الرائع بالنسبه لليفربول هذا الموسم، لكن من المؤكد ان صلاح ما زال هو اللاعب الذي بامكانه ان يجعل ليفربول بطل للبريمير ليج هذا الموسم. قال كمان صلاح كان بمستوى اقل هذا الموسم عن الموسم الماضي ولم يسجل نفس عدد الأهداف، لكنه في الموسم الماضي كان خارقا ولا أظن أنه حصل على التقدير المناسب له أو التقدير المناسب لما قدمه لهذا الموسم. وكمان قال في المقابل: أعتقد أن هدفي صلاح أمام ساوثهامبتون ثم تشيلسي أنعشا مجددا وأعاد له الثقة قبل مباريات الفريق المقبلة. وفي نهاية حديثه عن محمد صلاح قال: في اعتقادي أن صلاح أصبح أكثر نضجا هذا الموسم، لقد أصبح لاعب كرة قدم أكثر اكتمالا.
موقع يلا كرة كمان قال إن أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي. شهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تحقيقه للجائزة في الموسم الماضي. توج صلاح بالجائزة في الموسم الماضي متفوق على كيفن دي بروين وهاري كين وروي ساني وليفت سوفا وديفيد دخية. وشهدت القائمة النهائية للجائزة في الموسم الحالي تواجد 6 لعيبة وهم سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي، فيرجيل فان دايك من ليفربول، وأدن هازارد من تشيلسي، ساديو ماني من ليفربول، وبرناندو سوفا من مانشستر سيتي، ورحيم ستيرلينج من المان سيتي. كمان بوابة أخبار اليوم اتكلمت عن علي غزال مدافع منتخب مصر ونادي فيرنسي اللي عنده مباراة جديدة مع فريقه النهاردة يوم السبت أمام سبورتينج براغا على ملعب مارسوليان في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري البرتغالي الممتاز. انتقل علي غزال لفيرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي فاتت قادم من فانكوفر وايت كابس الكندي، وبيتذيل دلوقتي فيرنسي ترتيب أندية الدوري البرتغالي وبرصيد 15 نقطة بس. كمان موقع أسأل إن أشارت تقارير صحفية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عنده رغبة في البقاء داخل ملعب يوفنتوس أرينا على الرغم من خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا. ودع طبعا البيانكونيري بطولة الشامبيونز ليج على إيد أياكس أمستردام الهولندي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب. وبعد خروج يوفنتوس ظهرت طبعا العديد من الشائعات بتؤكد رحيل كريستيانو رونالدو عن السيدة العجوز بعد ما فشل في تحقيق لقب البطولة المفضلة عنده بعدها طبعا أو كان هو حققها قبل كده مع ريال مدريد فريقه السابق 4 مرات منها 3 مرات أو 3 مواسم على التوالي، وأخرها طبعا كان قبل رحيله في الصيف اللي فات. وأكدت صحيفة تاتا سبورت عبر غلافها الرئيسي صباح اليوم يوم السبت بقاء النجم البرتغالي في إيطاليا ونفت نيته بالرحيل عن متصدر الدوري الإيطالي اليوفنتوس. وكتبت الصحيفة عنوان على غلافها في تصريحات على لسان كريستيانو رونالدو وقالت بالنسبة لي يوجد يوفنتوس فقط. موقع كمان سبورت 360 قال ان سفر ماريو ماندركيتش مهاجم يوفنتوس من الاشاعات اللي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت في الصحف الايطاليه بشان وجود خلافات حاده مع المدرب ماسيميليانو الاجري وتاكد غياب اللاعب الكرواتي عن الملاعب لحد نهايه الموسم بسبب الاصابه، لكن صحيفه لا ستامبا وكوريه ديلا سيرا اشارت بان في او بان اصابه اللاعب مش هي بس السبب الحقيقي ورا غيابه. كمان قالت المصادر ان استبعاد ماندركيتش من تشكيله فريق السيده العجوز لحد نهايه الموسم الجاري جه بسبب خلافات مع ماسيميليانو الاجري واللي قرر عدم الاعتماد عليه لحد اشعار اخر. سخر اللاعب الكرواتي من التقارير دي وده كان من خلال حسابه الشخصي على تويتر عمل ريشير او اعاد نشر تغريده التقرير اللي اتكتب وحط وش بيضحك عليه. كمان سكاي نيوز قالت ان المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل يوم السبت اللي فات اتكلم وقال ان المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركه مع الفريق قصاد موناكو في الدوري الفرنسي يوم الاحد اللي جاي. قال توخيل خلال مؤتمر صحفي عن نيمار انه بيعمل بجديه وبحاله ذهنيه جيده يمكن ان نستعيده غدا. وقالت كمان صحيفه لو باريزيان ان نيمار عمل بكل جديه على مدار الاسبوع الجاري لدرجه اجبرت توخيل انه يضم لقيمة المباراة. ولفتت كمان إلى أن نيمار عاد للمشاركة في المباريات في الموسم الماضي بعدما تخلص من الإصابة نفسها في غضون 3 شهور. هيغيب نيمار عن الملاعب أو بيغيب من ساعة إصابته في قدمه وده كان في شهر يناير اللي فات. موقع كورة كمان قال ان اتخذ كريستين إريكسون نجم توتنهام قرار مهم جدا ممكن يؤثر على الميركاتو الصيفي اللي جاي لريال مدريد. الموقع ديفانس سنترال الاسباني اليوم السبت ان إريكسون قرر عدم تجديد عقده مع توتنهام واللي بينتهي بنهايه الموسم المقبل، وده اللي بيفتح الباب قصاد امكانيه انتقاله ورجوعه مره ثانيه لنادي الملكي. وقرر إريكسون او قرار إريكسون ده جه بسبب سوء علاقته باداره السبيرز خصوصا دانيال ليفي رئيس النادي
اللي أكد الموقع إن هم ما بيتكلموش بقالهم كتير جدا يمكن أكتر من سنة، وبيشعر أريكسن بالغضب نظرا لحصوله على أحد أقل الرواتب في توتنهام، هو 60,000 استرليني في الأسبوع الواحد. وقالت كمان تقرير أو تقارير أسبانية في وقت سابق إن إدارة ريال مدريد بتفضل التعاقد مع أريكسن على ضم باو بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وبيتوقع إن يميل توتنهام لبيع أريكسن الصيف اللي جاي قبل ما يخسر خدماته مجانا في نهاية الموسم الجديد. كمان موقع بطولات قال ان البرازيلي فيليب كوتينيو تكلم عن اللعب مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، والاوروغواني كمان لويس سواريز في صفوف الفريق الكتالوني. نشرت صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه تصريحات قال فيها انه من دواعي سروره البالغ ان تتاح لي الفرصه ان هو يلعب بجانب ميسي لرؤيته داخل ملعب او داخل غرفه الملابس لمعرفه ردود افعال النجم ده. وكمان عن سواريز فاكد كوتينيو، سواريز شخص خاص بالنسبه لي، عندما وصلت لليفربول ساعدني كثيرا في التاقلم سواء مع عائلتي او اسرتي، ساعدني كثيرا، نحن نعيش معا لحظات عديده، وهو شخص خاص بالنسبه لي ولاسرتي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لجولتنا في السوشيال ميديا. هنبتدي النهارده جولتنا في السوشيال ميديا بوائل جمعه، نجم دفاع النادي الاهلي السابق واللي احتفل بعيد ميلاد اولاده حبيبه ومالك، ونشر صوره ليهم على الانستجرام وكتب كل سنه وانتم اجمل حاجه في حياتنا. أما محمد الغندور حارس المرمى المعار من النادي الأهلي لجمهورية شبين، فنشر صورة على الانستجرام مع فريق جمهورية شبين وكتب الحمد لله انتهت إعارتي لنادي جمهورية شبين، موسم صعب عدى عليا، استفدت خبرات كبيرة بره وجوه الملعب، شكرا لاعبين الجمهورية، زادني شرف التعامل مع كل لاعب في الفرقة، وممتن لكل لحظة قضيتها معاكم، شكرا لجمهور البلد العظيم اللي كانوا مسندنا طول الوقت ومسندني أنا شخصيا، وشكرا لمجلس الإدارة والأجهزة الفنية اللي اشتغلت معاهم أضافوا لي الكثير، وإن شاء الله الجمهورية في الممتاز. كمان عالميا بقى نشر أحمد المحمدي المحترف في أستون فيلا الإنجليزي صورة على تويتر من مباراة فريقه مع بولتون في دوري الدرجة الأولى واللي انتهت بفوز أستون فيلا 2-0، وكتب ثلاث نقط وشباك نظيفة. كمان نشر سام مورسي لاعب ويجن الإنجليزي صورة على تويتر من مباراة ليدرز أو ليدز يونايتد في دوري الدرجة الأولى اللي انتهت بفوز سام مورسي وزمايله 2-1، وعلق يا له من فوز استغرق منا وقت طويل للحصول عليه، لقد كان دعمكم رائع، أحسنتم جميعا. كمان بنالدم لاعب ليفربول الإنجليزي نشر صورة من تدريب الفريق على تويتر وكتب احتفظ بتركيزك دائما لكي تحصل على أفضل النتائج. كمان ساديو ماني مهاجم ريتس نشر صورة على الانستجرام باللبس الجديد للفريق وكتب قميصنا الجديد. شارك كمان سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي في حملة ضد العنصرية ونشر صورة على تويتر وكتب نحن نقف ضد الإساءة العنصرية، نحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولذلك فإننا نستخدم صوتنا للوقوف في وجه الإيذاء العنصري معا، ندعو منصات وسائل التواصل الاجتماعي وهيئات كرة القدم إلى بذل المزيد من الجهد. كمان نشر فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد على تويتر صورة لمدرج السير أليكس فيرغسون في ملعب الأولد ترافورد وكتب على الصورة شكرا. اما حساب في الجول فنشر صوره للمدرب الكبير ارسن فينجر عفوا، وكتب في اليوم ده من السنه اللي فاتت اعلن ارسن فينجر رحيله عن الارسنال الانجليزي بنهايه موسم 2017-2018، لا شيء يبقى للابد بعد المسيره امتدت ل 22 عام، قرر فينجر تعليق سترته في غرفه ملابس الجانرز. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي استاذ عمرو فوزي.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وطبعا منورنا دلوقتي مشاركتنا في الاستوديو استاذ عمرو فوزي ناقد الرياضي. طبعا اكيد كالعاده احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا النهارده، وعندنا طبعا كلام كتير جدا هنتكلم عليه، وهنبتدي اكيد بالنادي الاهلي وبالدوري المصري الممتاز عامه، والاحداث طبعا الكتير اللي حصلت في النادي الاهلي اللي كان متصدر للدوري المصري الممتاز في المركز الاول، واللي طبعا بسبب مباراه بيراميدز وفوز الزمالك في مباراته الاخيره احنا دلوقتي بقينا في المركز الثالث. شايف المشهد ازاي؟ اول مساء الخير على حضرتك. 2-1 المشهد لسه، احنا قلنا الدوري طويل، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لسه الدوري مش هيبان غير على اخر اسبوع او اسبوعين، وممكن ما يبانش غير بعد كاس الامم الافريقيه كمان. لسه فاضل 8 مباريات لكل فريق، صحيح، وست مباريات لبيراميدز، يعني الاهلي وزمالك كل فريق فيهم ليه 8 مباريات وست لبيراميدز، مش هيبان فيهم الدوري. لكن الاهلي مازال عنده امل كبير في الدوري، ان هو بايده، هو مش بايد حد تاني. يعني قبل كده كان ممكن نقول الاهلي مش بايده هو، لازم الزمالك يخسر نقاط. النهارده الاهلي لو فاز في الثمان مباريات بتوعه، منهم مباراه الزمالك، هيفوز بالدوري، صحيح، حتى لو الزمالك فاز في كل مبارياته، صحيح، الفرق نقطتين. احنا محتاجين نفوز في الثمان مباريات بتوعنا، فلازم اللعيبه تبقى مدركه لده، والجهاز الفني يبقى مدرك لده، ان الاهلي اكبر من كده، وان هو لازم يفوز في كل المباريات اللي فاضله له، يقاتله عشان يساعدوا الجمهور الاهلاوي. صحيح. طيب النادي الاهلي دلوقتي معاه 58 نقطه من 26 لقاء، موقفنا ازاي؟ لسه الملعب في الدوري، في ناس بتفقد الامل، في ناس شايفه طبعا الاهلي من نصيبه ان شاء الله الدوري او اللقب ال 41 في الموسم الحالي. شايف انت من وجهه نظرك مكان الاهلي؟ صعب طبعا، دوري صعب جدا، صعب نتنبأ مين الفرقه اللي هتاخد الدوري. الاهلي مش في مستواه اللي احنا دايما متعودين عليه، بيلازمه سوء توفيق غير طبيعي، بيلازمه اصابات كتير جدا، اجهاد غير طبيعي، ضغط مباريات غير طبيعي. الماتشات اللي فاضله ماتشات صعبه، يعني فاضل له 8 مباريات صعبين جدا، صحيح، جدا. لا يقبل القسم على 2، يعني ما فيش فيهم تعادل ولا هزيمه، لازم يكون فيهم فوز. اللعيبه لازم يخش لها الروح دي، انها تبقى عارفه الماتشات الجايه دي ماتشات حياه او موت بالنسبه لهم، ان الاهلي كان كبير، ما ينفعش ان هو يخسر الماتشات اللي فضله، ولازم ينافس على الدوري لغايه اخر مباراه. صحيح، اكيد. فهو بايديهم، يعني اي خساره اي نقاط الاهلي هيبتعد عن المنافسه على طول. اللقاء القادم ان شاء الله للنادي الاهلي هيكون قصاد المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل. شايف اللقاء ده ازاي؟ واكيد طبعا اللقاء ده لا يقل اهميه عن اي لقاء اخر، في ظل طبعا احتياج النادي الاهلي لكل 3 نقاط من كل مباراه. انا شايف المباريات كلها اللي جايه صعبه للنادي الاهلي، عنده 8 مباريات صعبين جدا، عنده المصري وبعدين الاسماعيلي وبعدين عنده النجوم، فرقه بتنافس على الهبوط، فهتفضل تقاتل على المباراه لغايه اخر وقت، انبي، وبعدين عنده الجيش، وبعدين عنده سموحه، وبعدين المقاولين، وبعدين الزمالك. فتم مباريات قويه جدا كلهم زي بعض، لكن مباراه المصري مهمه عشان هي المباراه اللي جايه تعتبر عنق الزجاجه، ان انت لازم تفوز فيها عشان تبتدي تكمل تاني، ترجع لطريق الانتصارات. صحيح، بعد سوء التوفيق اللي صدفنا في اخر لقاءين، صحيح، سواء قصاد سان داونز الجنوب افريقي او قصاد بيراميدز، بالذات فريق بيراميدز. انا كنت متابع فريق بيراميدز في المباريات الاخيره، فرقه بتلعب دايما في الشوط الثاني مش في الشوط الاول، عندها امكانيات عاليه جدا دايما بتظهر في الشوط الثاني. بس برضو خلينا نتكلم عن اللقاء اللي فات، المباريات اللي قبل كده، يعني بتكلم انا بيراميدز عامه كتحليل، هم فرقه عندهم لياقه بدنيه عاليه وتكتكس عالي جدا جدا جدا، بيبان في الشوط الثاني. الماتش مع الاهلي اختلفوا تماما، فجاه لقيت فرقه بتدافع الشوط الثاني كله في نص ملعبهم، ما بيعدوش نص الملعب، الاهلي بيعرف يستخلص منهم الكره بمنتهى السهوله، صحيح، وبيطلع عليهم بمنتهى السهوله يستخلص الكره، بس مش بيعرف يعمل بيها ايه. يعني احنا بنستخلص الكره، ده حقيقي، وبعدين اللعيبه بتاعت الاهلي بتقف مش عارفه توصل الكره ازاي. يمكن لم ننجح ان احنا ننفذ الكره او الاستحواذ على الكور، ده الاهداف بشكل معين، جانب خططي بشكل معين ما كانوش عارفين ينفذوها، مش عارف هل ده اجهاد، هل ده سوء تدريب، هل ده قله خبره، قله مهارات. يعني كان في حاجه ظهر في الشوط الثاني مش واضحه ايه هي، غير ان احنا كنا بنعرف نستخلص الكوره كويس جدا، بنضغط كويس جدا، وضيعنا في الشوط الاول حاجات كتير جدا. الشوط الثاني كان كله كور طوليه، بقى تحول الى كور طوليه تماما، استسهال للمهاجمين، طبعا دي سهله جدا للمدافعين هم يطلعوها. طيب هل تتوقع ان اللقاء القادم قصاد المصري البورسعيدي هيكون فيه تغيير في تشكيله الفريق ان شاء الله؟ هو واضح ان التغييرات هتبقى في الباك اليمين، هيرجع محمد هاني مكان احمد فتحي. اعتقد ان حمدي فتحي هيلعب في نص الملعب مكان حسام عاشور. صالح جمعه لعب مباراه عاليه جدا، المباراه اللي فاتت
الشوط الاول ادى، هو ناقصه شويه طاقه بس ادى الشوط الاول يعني مستوى عالي جدا. مع المباراه اعتقد صالح جمعه هيعمل فرق كبير جدا مع الاهلي في الفتره المقبله. مش شايف في تغييرات تانية غير عودة رمضان صبحي، طبعا هيرجع تاني في الجانب الأيمن أو الأيسر على حسب هيلاعبه مع مين، مع جيرالدو أو صحيح مع حسين الشحات، مع غياب طبعا محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي بسبب حصوله على إكرامي رجع. صحيح في عودة لإكرامي، يمكن النهارده سمعنا كمان من مراسل قناة النادي الأهلي متواجد في تدريب النادي الأهلي إن شريف إكرامي بيأدي تدريباته بكل قوة وحماس، وإن هو بإذن الله إن شاء الله قد يكون جاهز للمشاركة في المباراة القادمة قصاد المصري. يعني نتمنى كمان عودة وليد سليمان، لعيب مهم طبعاً. جدا جدا طبعاً. جدا، وهو يعتبر من أهم لعيبة الأهلي، قائد الفرقة في الفترة اللي فاتت، هو اللي وصل حضرتك يعني هو ساهم إن حضرتك توصل النهائي مع كارتيرون نهائي أفريقيا، وساهم في فوز الأهلي بالدوري السنة اللي فاتت، وكان ليه بصمة كبيرة جدا. واحنا لما اتكلمت انا وحضرتك في الاول كنا شايفين ان هو احسن لاعب في الدوري في اول كام مباراه، فهو لعيب مهم جدا في الاهلي وهيفرق معاهم الفتره الجايه ان شاء الله، انه هيرجع الثلاث او الاربع جاي من ان شاء ألمانيا. الله في ناس كتير كانت بتتكلم عن رجوعه وعن امكانيه لحاقه بالمباراه القادمه، ورغم ان ده مش اكيد، اعتقد هو مش هيلحق مباراه المصري بس ممكن يلحق المباراه اللي بعدها اللي هي مباراه الاسماعيليه على طول ان شاء الله باذن الاسبوع اللي بعده. طيب عايزين نتكلم عن ظاهرة استقدام الحكام الأجانب في الدوري المصري الممتاز، وبرغم ان احنا بنجيب حكام أجانب للدوري المصري الممتاز ما بيكونوش على قد المستوى، يعني بيدفع 25,000 دولار في حكام ما بيكونوش على القدر الكافي من المستوى. على فكرة هو يعني اللي انا قريته عن الحكام الأجانب، ما اعرفش هل ده صح ولا خطأ، الحكام اوروبا بالذات هم اعلى فئه حكام على مستوى العالم، بياخدوا في المباريات من 15,000 ل 20,000 دولار. كويس، احنا ندفع اكتر، احنا ندفع 25,000 دولار عشان هيك تجيبي حكام دوليين فئه اولى من البلاد المتقدمه في الدوري زي انجلترا او فرنسا او ايطاليا او اسبانيا او المانيا. كويس، دول بياخدوا ارقام عاليه جدا من 15,000 ل 20,000 دولار. لما حضرتك تدفعي 25,000 دولار يعني لازم يجيب حكم دولي من البلاد المصنفه في اوروبا، لكن صحيح. اروح اجيب حكم من شرق اوروبا بياخد من 10,000 ل 15,000 دولار بالكثير جدا، وادي له 25,000 يبقى ازاي؟ انا مش قادر اتخيلها. طيب احنا ازمه الحكام عندنا، ودي طبعا هي كانت السبب ان احنا بنستخدم حكام اجانب من بره، شايف ان اتحاد الكره مقصر في دوره مع الحكام المصريين مثلا من التدريبات او الدورات التدريبيه للحكام، الكورسات المفروض يديها، شايف ان اتحاد الكره ليه دور؟ اكيد اكيد طبعا، ما هي في الاخر هي قصه تمويل عشان اقدر اعمل الحاجات دي. هل في تمويل للحكام عشان اقدر اديهم تدريبات على مستوى عالي، يسافروا ياخدوا تطورات تدريبيه على مستوى عالي، الثقافه بتاعتهم نفسها تكون بتفرق جدا، الثقافه بتاعت الحكم من حكم ثقافته عاليه وليه شخصيه في الملعب ولا لا، فكل دي دور اتحاد الكوره فيها دور مهم جدا. صحيح. طيب لو برضو هنرجع نتكلم عن التحكيم والحكام، طبعا شفنا في الدور الاول النادي الاهلي كان طبعا بيطالب جدا باستخدام تقنيه الفار في الدوري المصري الممتاز، وشفنا كمان انديه اخرى برضو بتطالب باستخدام تقنيه الفار، شفنا تصريحات اكتر بعيد من مسؤول من اتحاد الكوره اللي وعد انها تكون موجوده من الموسم الحالي او من الدور الثاني في الموسم الحالي، واللي قال من الموسم المقبل، واللي طلع وقال احنا اصلا ما عندناش الامكانيات دي، والموضوع صعب جدا والموضوع مكلف جدا وفي الاغلب مش هيكون عندنا. شايف امكانيه وجود الفار في مصر قد ايه؟ ما كانت او ممكن نقول ان امم افريقيا هتكون السبب او بوابه لدخول الفار لمصر؟ اعتقد ان اتحاد الكوره كان اعلن ان ممكن دخول الفار على الموسم المقبل، دي اخر حاجه كان قالوها، بعد ما كان قالوا في الدور الثاني وبعدين قالوا صعب انها في الدور الثاني عشان تكلفه العربيه، كانوا هيعملوها بتكلفه اللي هي العربيات اللي جواها الشاشات وهي بتبقى لقطه البث على طول، فاعتقد ان هي ممكن نعملها السنه المقبله، عايزه امكانيات وعايزه توفير، وفي شركات راعيه كتير تقدر تصرف على الكلام ده يعني. صحيح. طيب خلينا بعيدا عن النادي الاهلي نروح لامم افريقيا اللي كان 2019 اللي هيقام في مصر، وطبعا البدايه بتاعته كانت بالقرعه. القرعه اللي اكيد قدمت قد ايه مصر يعني بتعيش فتره في منتهى الازدهار دلوقتي، طبعا شفنا حفله يعني فوق الرائعه، بسيطه جدا، فوق الرائعه، بسيطه جدا وجميله جدا ومنظمه، تنظيم عالي جدا، وفعلا يعني بنشكر المسؤولين عن الحفله وعن تنظيمها، عملوها بشكل جميل يليق بمصر يعني. طيب بالنسبه للقرعه، بالنسبه بقى للقرعه، شفت المجموعات ازاي؟ يعني شفت مصر ومجموعه عالي قوي مصر يعني ازاي؟ مجموعه ما كناش نتوقعها بالشكل يعني، كل الناس متفائله بالمجموعه جدا جدا، الواحد شايف ان يعني ثلاث فرق سواء الكونغو الديمقراطيه او اوغندا او زيمبابوي، مصر تقدر تتغلب عليهم بسهوله وتتصدر المجموعه.
القصة في الدور اللي بعد كده هي اللي هتبقى فيها صعوبة أو فيها مباراة صعبة للمنتخب المصري، هيك هتلعبي تالت المجموعة التالتة أو الرابعة أو الخامسة. فإحنا نتمنى أن يكون حد من المجموعة التالتة هو اللي يصعد. المجموعة التالتة اللي هي السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا. لو التالت قابلناه في دور ال 16 هيبقى مباراة لمصر سهلة أنها توصل لدور الثمانية. مش عايزين نلعب حد دلوقتي من المجموعة الرابعة اللي هي فيها كوت ديفوار والمغرب وجنوب أفريقيا. يعني فهم عايزين ياخدوها بتسلسل خطوه خطوه، وفرص مصر كبيره طبعا في الصعود للنهائي. لو اتكلمنا عن الحصان الاسود للبطوله دي من وجهه نظرك شايف هيكون مين؟ اعتقد ان الكونغو الديمقراطيه فرقه اللي معانا في المجموعه فرقه قويه جدا وعندها وعندها فرق وعندها لعيبه كتير جدا من مازيمبي ومن بطل اللي هو كان بيلعب المصري في النهائي السنه اللي فاتت فيتا كلوب. فعندهم لعيبه تقيلة وفرقهم فرق قوية. يعني تتوقع مين يوصل للسيمي فاينل؟ أتوقع المغرب فرقة قوية جدا طبعاً. على مستوى اللعيبة أكيد لو الحظوظ بتاعتها مشيت كويسة هتوصل سيمي فاينل. أتوقع مصر إن شاء الله بإذن الله السيمي فاينل. أتوقع غانا برضو فرقة قوية جدا جدا جدا. لسه مش واضح بقيه الفرقه على حسب هتلاعب مين كمان. طبعا السنغال ومالي فرقتين تقال برضو جدا جدا جدا، ومالي بالذات عشان ماني كمان فرقه قويه جدا شفناها في كاس العالم اللي فات كانت فرقه صحيح. ممتازه يعني صحيح. طيب لو اتكلمنا عن منتخبنا الوطني الاول وازاي شايف من وجهه نظرك انه يقدر يستعد يعني بافضل شكل لامم افريقيا او اللي كان 2019 مع طبعا اكيد مطالبه الجماهير جماهير الكره المصريه بان احنا لازم ناخد اللقب بقى في النسخه الحاليه، يعني ما عندناش حجه عندنا الارض وعندنا الجمهور ودول من اهم العوامل عندنا اللعيبه المحترفه اللي تقدر تضمن لك ان انت تعملي مباراة قوية على مستوى الأفريقية وتاخدي البطولة. يعني توفيق يفضل عامل التوفيق وعدم التوفيق بس عند حضرتك فرقة كويسة جدا يعني. صحيح صحيح عندنا العديد من اللعيبة المحترفة الأساسية مهمة لو بنتكلم عن كلهم صلاح صغار السن واخدين شهرة جامدة بره وكلهم لعيبة على مستوى عالي جدا يعني عند حضرتك 6 أو 7 لعيبة محترف اللي هو القائم الأساسي دول جايين لك جاهزين، هيبقى بس عامل إرهاق إن أنت تحاولي توفر لهم يعني يخرجوا من عامل الارهاق قبل البطوله والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي عامل ده صحيح. عامل شهر صحيح. كامل. طيب انت شايف ازاي يعني. نقدر ان احنا نستعد جيدا للبطوله دي او اللي كان 2019؟ يعني اللي بنشوفه دلوقتي ان اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني عنده جلسه مع هاني بوريدا هيطلب منه خلال الجلسه دي ان هو يزود عدد الوديات أكيد. القادمه لازم. من وديتين لثلاث وديات مع منتخب في التصنيف الاول او الثاني والثالث كمان طبيعي عشان يحصل الانسجام المطلوب. يعني دايما المنتخب بيبقى قبل البطولات عايز يحصل انسجام، الانسجام ده بيجي بعد 3 أو 4 مباريات على الاقل وديه صحيح. في فتره قليله دايما المصريين كانوا بيعملوا معسكرات عشان يحصل بينهم انسجام قبل البطولات على طول، فما بقاش نعمل ما بقاش في وقت خلاص عشان كل لعيبه بقت اغلبها محترف. فالانسجام هيجي من 3 أو 4 مباريات بين الفرقه، وده لازم ده ضروري جدا 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 عشان اللعيبه بتوع الدوري المصري اللي هتلعب في البطوله مع اللعيبه المحترفه يحصل فيها انسجام، لان اعتقد ان في تغييرات واضحه في التشكيل صحيح، واعتقد لسه هيبقى فيه عناصر هتنضاف لما انضافتش قبل كده خالص اكيد. يمكن المعسكر القادم هيشهد وجود برضو وجوه جديده على المنتخب الوطني لكن هيتم بقى الاعلان عن القائمه النهائيه قبل البطوله ب10 أيام. اعتقد هيبقى فيها مفاجات كتير. القائمه النهائيه من وجهه نظرك مين اللي ما انضمش قبل كده لقائمه المنتخب في الشهور اللي فاتت او المعسكرات اللي فاتت وشايف ان هو لازم ينضم في الفتره المقبله ان شاء الله؟ عبد الله سعيد اعتقد نمره واحد اللي هينضم اعتقد، يعني هو مأدي بشكل ثابت مع بيراميدز، مأدي موسم عالي جدا معاهم مستواه ثابت، اعتقد ان هو هيبقى ليه دور مع المنتخب الفتره اللي جايه. لسه المنتخب بيبحث عن باك شمال، كان اعتقد ممكن ياخد ايمن اشرف او عبد الله جمعه، ان لسه المنتخب ما عندوش باك شمال لسه مش عارف هيعملوا ايه في المشكله بتاعت باك الشمال. ما فيش مراكز تانية محتاجه تدعيم، احنا كل المراكز التانية فيها تدعيمات بواحد او اثنين صحيح. طيب خلينا نروح لمحترفينا في الخارج، نتكلم عن محمد صلاح اللي خرج من اللعيبه او القائمه النهائيه للعيبه المرشحه انها تاخد جائزه الافضل في البريمير ليج في الموسم الحالي بعد ما حصل على نفس الجائزه دي في الموسم اللي فات، شفت ده ازاي؟ منافسه شرسه جدا في الدوري الانجليزي صحيح. اقوى دوري على مستوى العالم، منافسه شرسه، لعيبه كلهم على مستوى عالي،
محمد صلاح ما كانش لسه خد الشهره ولا خد الباور بتاعه، فكان بيقدر يعمل اللي هو عايزه السنه اللي فاتت. السنه دي بقت كل الفرق مركزه عليه، بتدافع عليه بواحد او اثنين. صحيح. بقت في فرق الصغيره في الدوري الانجليزي بتبني لما تيجي تلعب ليفربول تبني خطتها ازاي على محمد صلاح، خطوره محمد صلاح. عشان كده حتى ماني ظهر السنه دي وظهر بشكل كبير جدا في المباريات، لان كان كل التركيز ازاي اقفل ناحيه الشمال وازاي اقفل على محمد صلاح. لدرجه ان كلوب المدير الفني بتاع ليفربول ابتدى في اخر المباريات يلعب محمد صلاح شمال مش يمين، او يلعبه في النص كسترايكر صريح، ويلعب فيرمينيو يمين وشمال، بيغير في الجانب الخططي بتاعه بين الثلاثه عشان يقدر يفضي مساحات لمحمد صلاح انه يقدر يلعب. صحيح. محمد صلاح كمان تم اختياره من اكتر 100 شخصيه مؤثره في العالم. يمكن هو لاعب الكره كره القدم الوحيد اللي تم اختياره في القائمه. طبعا لان هو فخر لجميع المصريين وجميع العرب. ما حصلش قبل كده ان مصري وعربي يوصل للمكان ده. حاله جديده على المصريين وعلى العرب اكيد. والاستمراريه يعني كانت بتحصل طفرات في موسم في نص موسم، لكن الاستمراريه 6 أو 7 أو 8 مواسم متتاليه بيعلى، فدي ما حصلتش قبل كده. ربنا دايما يوفقه ويحميه، احنا محتاجينه في كاس الامم يبعد عنه الاصابات لان هو اهم لعيب عندنا في كاس الامم اللي جاي. من تصريحات اين راش اسطوره ليفربول الانجليزي السابق، قال ان محمد صلاح يقدر او عنده المقدره ان هو يقود ليفربول ان هم ياخدوا البريمير ليج في الموسم الحالي. شايف الكلام ده ازاي؟ الحظوظ متساويه في السنه دي في الدوري الانجليزي. المنافسه ما بين مان سيتي وليفربول خلاص ما بقاش في منافسه ثانيه، هم الفرقتين دول بيتنافسوا على الدوري. اي تعثر للمان سيتي ليفربول ممكن ياخد الدوري. صحيح. للاسف بقت دلوقتي الدوري كراسي الموسيقيه بايدي المان سيتي وليس بايدي ليفربول. يعني حتى لو ليفربول كسب جميع مبارياته والمان سيتي كسب جميع مبارياته، مانشستر سيتي هياخد الدوري. صحيح. فهم بيتمنوا اي تعثر. النهارده كان عنده مباراه صعبه جدا مع توتنهام. صحيح. كسبها 1-0. عنده ماتش مهم جدا المان سيتي مع مانشستر يونايتد في اولد ترافورد يوم الثلاث المقبل تقريبا او الاربعاء. يعني طبعا ليفربول وكل مشجعي ليفربول بيأملوا ان هو يقع في المباراه دي، يتعادل او يخسر. صحيح. عشان يبقى عندهم هم فرصه ان هم ينافسوا على الدوري. صحيح. لكن حظوظهم عاليه طبعا في المنافسه على الدوري. اكيد. وبالنسبه للتشامبيونز ليج او دوري ابطال اوروبا، مباراه صعبه جدا، برشلونه وليفربول. نهائي للبطوله. كيف صوره قبل النهائي؟ ده نهائي البطوله فعلا، كان لازم الفرقتين دول يتقابلوا في النهائي وليس في قبل النهائي. تكون مواجهه شرسه جدا. لكن يعني ليفربول عندها امكانيات انها تفوز بالمباراه دي. يمكن الناس كلها واخده المواجهه دي على انها مواجهه ميسي ومحمد صلاح. طبعا ميسي كمان الفتره الاخيره يعني بيصنع الفارق في كل المباريات، وهو يعني ما حدش بيعرف يمسكه، بيلعب كوره مختلفه خالص عن جميع لعيبه العالم. ويعني حضرتك شفت الماتش اللي فات جاب جونين بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله. فبرشلونه فايقه جدا عشان ميسي فايق. صحيح. طيب لو كنا بنتكلم عن محمد صلاح، فاحنا اكيد شفنا في الفتره اللي فاتت دي كميه العنصريه اللي تعرض ليها محمد صلاح نجمنا المصري، وكمان برضو شفنا رد فعل نجوم كوره كتير جدا. يمكن كنا النهارده كمان بننشر التويتات اللي هم كاتبينها او صور منزلينها على انستغرام دعما ل يعني الانهاء او يعني قتل العنصريه دي تماما من كره القدم. شايف ده ازاي؟ هي مش ما كانتش عنصريه قويه، كانت قله من الجماهير تشيلسي. هم يعني في جماهير انجليزيه شويه عندهم شويه عنصريه، وبالذات للنوادي القديمه زي نادي تشيلسي. يعني هناك الاتحاد الانجليزي قوي جدا. صحيح. في التعامل مع العنصريه والانديه نفسها والامن بتاع الانديه. ده حقيقي. بيطلعوهم على طول بالكاميرات وبيمنعوهم ان هم يخشوا الملاعب اصلا خالص. يعني حتى لو هم شاريين التيكتس، حضرتك عارف هناك التيكتس بتتباع بالموسم كامل. بيمنعوا ان هو يخش. الامن هناك عنيف جدا جدا مع التعامل مع الجماهير. ومنتهى الصرامه ومنتهى الحزم. ويعني فعشان كده انا شايف ان هي كانت قله، والردود الافعال كانت قويه جدا ضدها، لان مش اول لعيب يتعرض للعنصريه، كذا لعيب يتعرض للعنصريه دي قبل كده. وكان دايما بردود افعال قويه يعني. فمش هناخدها على محمد صلاح ان هو لوحده يعني. صحيح. طب طالما بنتكلم برضو عن محترفينا في الخارج، لازم برضو نتكلم عن باقي المحترفين. محمد النني اللي رجع مره ثانيه للتشكيل الخاص بارسنال الانجليزي، شايف رجوعه ده ازاي؟ انا شايف ان هو لازم اعتقد ان محمد النني مش هيكمل في ارسنال الموسم المقبل. ما ابتدى يلعب في اخر المباريات، بس ده طبيعي. المدير الفني بيبتدي يريح اللعيبه بتاعته خلاص. هو بينافس على التالت او الرابع الدوري الارسنال. عنده بطوله اوروبا اهم من الدوري، فابتدى يلعب محمد النني في الدوري، ان هو خلاص وصل قبل نهائي اليوروبا ليج وممكن يوصل النهائي بسهوله. ف
فبيعمل تدوير للعيبه، ابتدى يدي فرصه لمحمد النني وظهر بشكل كويس مش وحش. بس هو عنده في مركزه 3 او 4 لعيبه، اعتقد ان الفرصه هتبقى صعبه الموسم المقبل، مش يعني ده اعتقادي الشخصي يعني. وهو عنده عروض كتير جايه له على فكره من الدوري الانجليزي، ده حقيقي. عروض فعليه جات له للوكيل اللعيبه بتاعه، اتكلمت معاه قبل كده وقال ان هو جاي له من ليستر سيتي اوريدي عرض، وجاي له من توتنهام عرض، وجاي له من الدوري الاسباني عرض. فاوريدي يعني محمد النني مش خايفين عليه، هو جاي له عروض، بس هو لازم فعلا يعني يبتدي يشوف نادي يقدر يلعب فيه. طيب. انه هيفرق مع المنتخب جدا لما بيلعب، غير ان هو بيبقى احتياطي. صحيح. طيب نروح بقى لمحمود حسن تريزيجيه، نجمنا المتالق في تركيا. جدا. شايف تريزيجيه مكانه في تركيا، ولا المفروض ان هو يكون بيلعب في دوري من الدوريات الخمسه الكبرى؟ لعيب امكانياته عاليه جدا جدا، مهاري سريع، عنده امكانيات عاليه جدا. سوء توفيق ان هو مش قادر يروح نادي كويس يظهر فيه امكانياته، مش قادر، ولا هم اللي مش عارضين يفرطوا فيه في الوقت الحالي. حضرتك بتبتدي انك رحت النادي مضى معاكي مش عايز يسيبك، بتبقى مشكله وبتضطري تضطري موجوده. الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي، لو راح محمود تريزيجيه في اي دوري من الدوريات دي مستواه هيحصل له طفره غير طبيعيه. ده طبيعي، هيتطور كتير. جدا جدا. وده اللي احنا محتاجينه. اعتقد انه هيحصل له، هو لسه صغير يعني، بتتكلمي برضه سنه 22 سنه او 23 سنه اعتقد يعني، حقيقي لسه صغير، فعنده امكانيات انه يعمل ده. وكويس ان هو يعني لسه في الدوري التركي ابتدى يبان السنه دي والسنه اللي فاتت. كمان بنشوف يعني كريم حافظ النجم المصري برضه انضم لفريق قاسم باشا، وبيشارك عاده كبديل في مباريات قاسم باشا. كان متالق في الدوري الفرنساوي برضه قبل ما يروح، واللعيب كويس جدا يعني، امكانياته كويسه جدا، لكن بيجي مع المنتخب تلاقي مهزوز، عنده ثقه بنفسه قوي، لسه قلقان شويه، يمكن سنه صغير. فهو عايز ياخد خبرات، لكن هو كلاعب باك شمال ممتاز، هيبقى في المستقبل هيبقى باك شمال المنتخب اعتقد يعني. طيب ونروح للدوري اليوناني سريعا، لورده والاحمد حسن كوكا. احمد حسن كوكا في الفتره اللي فاتت دي كان بيقدم مستويات كويسه جدا. يعني احمد حسن كوكا على مستوى راس الحربة او السترايكر الصريح مهاجم ممتاز، لكن مش بيظهر مع المنتخب المصري عشان ستايل اللعب بتاع المنتخب مختلف تماما عن ستايل اللعب بتاع الفرقه اللي هو بيلعب فيها دايما. فلازم ده بيحصل مع الانسجام، لسه بقول لحضرتك عشان يبقى في انسجام بين اللعيبه. اعتقد ان احمد حسن كوكا ممكن يبتدي يتالق مع المنتخب لو خد فرصه انه يلعب 3 أو 4 مباريات مع بعض ورا بعض مع المنتخب المصري، هتلاقيه صحيح هيبتدي يبقى في انسجام، بس لكن هو ما بيلعبش ماتشين، ما يكملش ماتشين على بعض. عندنا اثنين مخضرمين في المنتخب، حجازي والمحمدي، اثنين ماشيين كويس جدا في الدوري الانجليزي رغم ان هم بيلعبوا في الدرجه الاولى يعني، لكن ماشيين بمستوى كويس يعني. استاذ عمرو فوزي نورتنا النهارده في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 في حلقه جديده من كلام في الميديا على شاشه قناه النادي الاهلي، ومستعيد على حضراتكم.